أهلا بكم في حلقة جديدة من حوار اليوم. السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن عن إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، والتي تمثل فرصة للدول المشاركة لمساعدتها للحصول على التمويل اللازم لمجابهة التغيرات المناخية. كانت هذه الدعوة ضمن فعاليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ في يوم التكيف والزراعة. وأشار وزير الزراعة إلى أن الهدف الطموح من هذه المبادرة يأتي في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها تحسين العمل المناخي وحجم ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول 2030. وأكد السيد وزير الزراعة أيضا أن تغير المناخ يعتبر هو القضية الأهم في الوقت الحالي، وتستحوذ على اهتمام جميع الدول والمؤسسات الدولية. لمعرفة المزيد حول هذه المبادرة وسبل تفعيلها، يشرفنا أن يكون معنا الأستاذ فوزي عبد الحليم، الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في شؤون البيئة. أهلا أستاذ. أهلا فندم بحضرتك. طبعا بنرحب بحضرتك، وهنبدأ إن شاء الله فورا بعد متابعة هذا التقرير. يمثل الحصول على أنماط غذائية صحية ومنتجة بطريقة مستدامة لسكان كوكب الأرض تحديا عالميا ضخما، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي تمثل تهديدا للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكنا معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ. ومن هنا جاءت خطوة إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام فاست في إطار فعاليات مؤتمر المناخ COP27 المنعقد في شرم الشيخ. وتهدف المبادرة لتنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030. كما تتضمن المبادرة عدة مبادئ إرشادية متمثلة في ضمان انعكاس بعد الأمن الغذائي وتنوع المدن الزراعية والغذائية في الأنشطة، وكذلك الحرص على تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم من المؤسسات المالية الكبرى، إلى جانب شراكات القطاعين العام والخاص، كدليل على الجدية على أن يكون التمويل مصحوبا بتوفير التكنولوجيا اللازمة. وتتعرض المدن الزراعية والغذائية في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد لتغير المناخ، ويشكل أكثر وضوحا في البلدان النامية، فارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات والظواهر المناخية الأخرى شديدة التأثير على الزراعة، وتؤدي إلى إتلاف المحاصيل وتغيرات في مدى ملائمة الأراضي الزراعية، وظهور الآفات والأمراض الجديدة في أماكن لم تكن معروفة من قبل. إن نظم الأغذية الزراعية في معالجة آثار تغير المناخ من خلال بناء أنظمة تضمن تكيفها والصمود أمام هذه التغيرات، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص للحد من انبعاثات الغازات الكربونية. كل هذا مدعوما بإرادة سياسية وتعاون دولي لتبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات، فضلا عن توفير التمويل المالي بالقدر الكافي لدعم المنتجين والجهات الفاعلة لتنفيذ التحول العادل. أهلا بكم مرة أخرى أستاذ فوزي. يعني إحنا على مشارف انتهاء مؤتمر COP27، ما تقييمك يعني معدلات نجاحه وما قدراته على تحقيق الأهداف التي عقد من أجلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حتى الآن المؤتمر ناجح جدا في تحقيق أهدافه، ناجح جدا تنظيميا، ناجح في حشد الاهتمام العالمي وحشد كل الكفاءات وكل الخبرات للاجتماع في مكان واحد على أرض مصر في شرم الشيخ علشان مناقشة أهم القضايا الحيوية اللي بتهم مستقبل العالم كله. في أفكار جديدة كتير قيلت،
وفي مبادرات كتير اطلقت، وفي تجمع ل حوالي 35,000 ناشط، يعني من الناشطين او الخبراء او المهتمين او اعضاء الجمعيات البيئيه او رؤساء الحكومات او رؤساء الدول، 35,000 اجتمعوا علشان التخطيط لمستقبل الارض في ظل الخطر الكبير اللي بيهدد باستمرار بشكل امن ومستقر. طيب لما نتكلم بقى في موضوع الزراعه تحديدا اللي اشرنا اليها في المقدمه، ايه هي مكونات مبادره الغذاء والزراعه؟ اولا نتكلم عن الدوافع لاطلاق مبادره الغذاء والزراعه اللي مصر تبنتها واطلقتها خلال المؤتمر من خلال السيد وزير الزراعه. احنا يعني سكان الكره الارضيه على وشك ان هم يوصلوا 8 مليار نسمه، وفي زياده سكانيه رهيبه ومتتاليه ومستمره، بتحتاج الى موارد غذائيه وبتحتاج الى مساحات زراعيه تمدها بالسلسله الغذائيه. طبعا تغير المناخ هو اكبر خطر بيهدد الموارد الطبيعيه المتعلقه بتوفير الغذاء. الاحترام العالمي اللي بيحصل، ارتفاع درجة الحرارة، بيؤثر على انواع النباتات وبيهدد بانقراض كتير جدا من انواع النباتات، بيؤدي الى تدهور التربة وجعلها غير صالحة للانبات، بيؤدي الى طبعا فقدان المياه والتصحر وفقدان الغابات، وبيؤدي الى مشاكل وخيمة على قطاع الزراعة. كل سنة بيضاف حوالي 43 مليون بائع في العالم بسبب تغير المناخ وتأثيره على الزراعة. ظهر خلال هذا العام الكوارث اللي حصلت، الكوارث المناخية بسبب المناخ اللي حصلت في باكستان، وضاع في خلالها ضاع بسببها آلاف الهكتارات أو الأفدان الزراعية اللي أثرت على الاستدامة الغذائية والزراعية في باكستان. أيضا حاليا في 37 مليون بائع في القرن الإفريقي بسبب تغير المناخ. في أوروبا في ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا والولايات المتحدة أثر على الأراضي الزراعية اللي موجودة وخلاها غير قادرة على الوفاء باحتياجات الإنسان من الغذاء. أيضا فقامت الحرب الروسية الأوكرانية من عدة المشكلة الأزمة، يعني لانه وضعت ان النشاط الزراعي تحت مخاطر الحروب ونقل، وظهر ده في مشكله ارتفاع اسعار الحبوب وعدم القدره على الوفاء بها لسكان العالم. فاذا النظام الغذائي في العالم اتضح انه هش يعني ضعيف جدا، وبالتالي يعني مطلوب ان يتحول، ان يحدث نوع من التحول في الانظمة الغذائية في العالم علشان تكون قادرة على الوفاء باحتياجات السكان واحتياجات الزيادة السكانية اللي بتحصل بشكل مستمر. من هنا بقى تأتي اهمية المبادرة اللي طرحتها مصر. هذه المبادرة تعتمد على انه يعني خلال التكيف مع تغير المناخ يحصل تحول للأنظمة الزراعية بحيث انها تقدر تكون فيها كفاءة لتوفير الغذاء للناس من خلال بقى عدة مكونات. من خلال إشراك كل الأطراف اللي هي يعني الأطراف المهتمة بالقضية في تقديم الأفكار وتقديم القصص النجاح، من خلال توفير التكنولوجيا اللازمة لتغيير أنظمة الري، من خلال الاعتماد على انواع جديده او من البذور والمحاصيل قادره على تحمل العطش وقادره على تحمل ارتفاع درجه الحراره. يعني في محاور كتير جدا، تطوير الاراضي نفسها، رفع كفائتها، جعل الانظمه الزراعيه والغذائيه صديقه للبيئه اولا ومواكبه لاحتياجات الناس وقادره على الوفاء وقادره على المساعده على تحقيق اهداف التنميه المستدامه. حضرتك قلت تعبير التكيف مع المناخ، ايه الفرق بين التكيف مع المناخ ومكافحه التغيرات المناخيه؟ هو مكافحه التغيرات المناخيه هي تخفيف، تعتمد على التخفيف من درجات الحراره
وبالتالي بنشوف ايه اسباب ارتفاع درجات الحراره وبنحاول نقللها. فطبعا هي اهمها انبعاثات الكربون، فهنا بيجي بقى ايه تخفيف من انبعاثات الكربون. الدول بتحاول تاخد اجراءات، تعمل اجراءات للتحول الى الطاقات الجديده والمتجدده والى الهيدروجين الاخضر اللي هو دلوقتي كل العالم مهتم بيه. نعم. وده لعدم الاعتماد على يعني تدريجيا على يسمى بالوقود الاحفوري. الوقود الاحفوري الهدف هو توفير 35 يعني توفير 35% 45% من البترول من الانبعاثات الكربونيه بحلول عام 30، وبعد كده 100% بحلول عام 2050. ده كله بيندرج تحت مكافحة التخفيف من درجة الحرارة اللي هي المكافحة. طبعا لما هيقل انبعاث ثاني اكسيد الكربون، هيقل الهدف هو الوصول الى ان درجة الحرارة ما تزيدش عن 1.5 درجة مئوية يعني بمعايير ما قبل الثورة الصناعية ما بين 1750 1800، لانه ارتفعت درجة الحرارة منذ هذا الوقت حتى الآن بمقدار 1.1 درجة مئوية. نعم. فهو بيحاول إن يبقى في حيلولة للوصول إلى ما بعد 1.5 درجة مئوية، لأن ده يعني هيكون هيقضي على يعني من 1.1 ل1.5 يعني ال 4 دول هيفرقوا كتير في ال 1.1 هيفرق يعني احنا لو زدنا 1.5 درجة مئوية 1.1 هتختفي انواع حية كتير جدا، هتختفي محاصيل، هتختفي حاجات كتير يعني يأثر على كل شيء يعني. طيب دي كانت ده الحد الآن اللي هو 1.5 درجة مئوية. 1.5 ده الحد الآن. لو استمرينا على هذا الوضع على ما نحن عليه هنصل في نهاية القرن من 2.5 درجة لأربع درجات مئوية ارتفاع في درجة الحرارة. ده يعني مأساة بشرية كاملة. طيب ندخل في التخفيف. ده كله في مكافحة التغيرات المناخية. التكيف بقى مع المناخ. بيحصل بقى تكيف، لما بيحصل بقى التأثير من ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ على حياة الإنسان في كل المجالات، سواء في مجالات الزراعة، في مجالات اولا من ضمن الاثار الوخيمه لتغير المناخ على الاوضه الزراعيه انه بتحصل ظاهره الهجره النمو البيئي او النمو المناخي. يعني بمعنى انه في مناطق بتتصحر، في مناطق بتغرق بسبب ارتفاع سطح البحر، يعني مثلا زي دلتا النيل احد السيناريوهات المطروحه غرق مساحات كبيره جدا من الاراضي، وبالتالي ممكن يهاجر بسبب عدم وجود اراضي صالحه للزراعه وعدم وجود سبل مناسبه للحياه. يهاجر حوالي 40 مليون نسمه من منطقه الدلتا المعرضه للغرق الى بقيه المناطق بحثا عن فرصه عمل وبحثا عن فرصه حياه سبل الحياه. فدي برضو من ده طبعا دي ظاهره موجوده دلوقتي في العالم يعني، وبالذات في افريقيا وبالذات في بعض اماكن دول اسيا ظاهره اللجوء البيئي موجوده. فالتكيف هنا انك بتشوف اثار تغير المناخ وبتحاول انك تتعامل معاها بحيث تحقق اقل الاضرار الممكنه، ومن خلال بقى المرونه في السياسات البيئيه، من خلال توفير بدائل، من خلال الزراعه مثلا وتخفيف درجه الحراره، من خلال استصلاح اراضي خضراء يعني تضخ مزيد من الاكسجين وتخف شويه من ارتفاع درجه الحراره، من خلال احلال انواع من البذور ذات الانتاج الكثيف من الغذاء للبشر، يعني من خلال يعني مثلا في مجال برضه يعني ده في مجال الزراعه، في مجال النقل مثلا انك تعتمد على الوقود النظيف. لما بنتكلم في مساله الوقود النظيف ده هيوصلنا الى ما يسمى بالحزمه الاولى من البرامج والمشروعات المقترحه للتمويل لمواجهه التغيرات المناخيه. مثلا ما هو متعلق بالهيدروجين الاخضر؟ كتير مش فاهمين يعني ايه هيدروجين اخضر. هو الهيدروجين موجود في الطبيعه من زمان ومش مكتشف حديثا، يعني هو مستخدم يعني من سنوات بعيده يعني، ولكن بسبب ازمه الانبعاثات الكربونيه في الغلاف الجوي وما تم الاخذ عنه بقى طبعا من اثاره على المناخ، بدا الانسان يفكر
في حمام بدائل يعني. فبدأ الإنسان يعتمد مثلا على الطاقة الشمسية، بيعتمد على طاقة الرياح اللي هي الطاقات الجديدة والمتجددة، الغاز الطبيعي، ومن الغاز الطبيعي برضو قائم على الميثان يعني، ومن أسباب تغير المناخ. فبدأ التفكير في استخدام الهيدروجين كوقود. هو أخضر، هو لون، هو لون في ألوان كثيرة من الهيدروجين، في الهيدروجين البني، وفي الهيدروجين الأخضر، والهيدروجين الأزرق، وفي عدة ألوان من الهيدروجين. الفرق بينهم البني ده بيستخرج، بيتم تحليل الحصول على الهيدروجين من الفحم. طيب ما هو يبقى نفس ال، فبيبقى هو طبعا ملوث. الهيدروجين الأخضر بيتم، الأخضر والأزرق بيتم الحصول عليه من تحليل الماء. تحليل الماء، لأن الماء بيدخل في تكوين الهيدروجين. نعم. فانت يعني بالنسبه للهيدروجين الاخضر بيتم تحليل الماء بواسطه الكهرباء. كان في مشكله في اوروبا ان الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح هي الطاقه لا تخزن. يعني تحتاج طبعا بطاريات ضخمه ومشاكل ضخمه في لا تخزن. فما يتم توليده من الطاقه لازم يستخدم. طبعا يعني اتونس يعني. وبعدين هي كمان طاقه متقطعة، يعني بالليل ما بيبقاش فيه، ما بيبقاش فيه شمس، فطاقة متقطعة ومش مستمرة بشكل دائم. فإذا ما استخدمتش الطاقة الشمسية بتهدر، يعني الكهرباء اللي بتنتج من الطاقة الشمسية يتم إهدارها. وجدوى تخزينها مش لسه لغاية دلوقتي، لا بيحتاج نفقات بارزة، وكمان صعوبة الصيانة والتخلص بعد كده من البطاريات التالفة، يعني حدوتة كبيرة يعني. ففكروا في انهم يستخدموا الطاقه اللي هي ممكن تهدر من الطاقه الشمسيه والطاقه الجديده، استخدامها في توليد الهيدروجين، في استخلاص الهيدروجين اللي هيتخزن وبالتالي انت استخدمت الطاقه الوقت ما هي موجوده. ايوه، في توليد طاقه تتخزن. بالظبط كده، يعني ده اللوجيك او المنطق بتاع الموضوع. بالظبط كده. ولذلك في المبادره اللي عملت في مصر برضو خلال مؤتمر تغير المناخ، المهم هيعملوا اكبر مشروع لتوليد الطاقه الهيدروجين، وهتبقى بالاعتماد على الطاقه الشمسيه. لان ما فيش معنى ان احنا ناخد الكهرباء ونولد الكهرباء بتاعت البترول اللي احنا بنولدها بالبترول ونولد بيها الهيدروجين. كميه الطاقه، واعتقد الطاقه الشمسيه عندنا في مصر يعني قليله طبعا، موجوده واحنا قطعنا فيها شوط كبير. ميزه نسبيه وجود احنا من الدول اللي قطعت شوط كبير جدا في تحول نحو الطاقه، وده هيبان في المستقبل يعني، ده مش هيبان في الوقت الراهن حاليا يعني بكره الصبح، ولكن هيبان خلال السنوات القادمه هنبدا نغلي ثماره. نعم. دي احدى عناصر الحزمه الاولى اللي كنت بتكلم فيها. ايضا مساله النقل الكهربائي، ممكن نوضح طبعا النقل الكهربائي من خلال شبكات تبقى عابره للحدود، زي ما واضح من الاسم بيتم نقل الكهرباء الزائده الى اماكن عندها مشاكل في الكهرباء، ويتم التبادل عبر هذه الشبكة بين الطاقات الموجودة لمواجهة أي نقص ممكن يحصل بشكل فجائي. وبرضو احنا من زمان يعني من حوالي 20 سنة احنا يعني بنبني في شبكات لنقل لتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول المحيطة بنا في المنطقة العربية. بس ده يفيد في ايه في مسألة مواجهة التغير المناخي؟ ما هو هذا ولا المقصود بالنقل الكهربائي ان استخدام وسائل نقل بالكهرباء؟ لا، حضرتك تقصد حاجه ثانيه. نقل الكهربائي عبر شبكات الكهرباء، عبر شبكات الكهرباء توليد الطاقه الكهربائيه. هي توصيل الكهرباء من الاماكن اللي عندها شايف، لكن الاعتماد على الطاقه الكهربائيه في النقل يعني من خلال وسائل المواصلات، من خلال السيارات الكهربائية، من خلال ده موضوع تاني. وده برضو ده في برنامج كبير جدا موجود في لدى وزارة الطاقة. أكبر جدولة اقتصادية؟ هو مهم جدا بالنسبة للجدول البيئية. هو مهم للجدول البيئية، لكن هو
حتى الآن يعني حتى احنا في مصر بدأ على استحياء، لسه مش يعني لسه المواطن مش فاهم الموضوع كويس ومش مطمئن في بعض الحالات الى مدى جدواه. هو اقتصاديا طبعا هو اقل يعني هو اوفر من الطاقة من البترول. طبعا هو المواطن كمان اوفر بكتير بكتير يعني. اوفر كتير للمواطن، وهو هو في يعني مزايا متعدده سواء اقتصاديه او بيئيه. مصر اظن دلوقتي بدات تصنع تعمل مصنع لانتاج السيارات الكهربائيه او اكثر من وزاره الانتاج الحربي قدمت خمسات كهربائيه في المؤتمر. بالظبط كده. صديقه للبيئه. وفي اوروبا كمان بدأ الاعتماد على السيارات الكهربائيه بشكل موسع، وحتى ظهرت في بريطانيا اللي هي بدات يعني المرحله دي بدري شويه، بدأت تظهر فيها اختناقات في الطاقة الكهربائية بسبب الوقت الذروة في شحن الطاقة بيأثر على الشبكة العامة. فهنا ده المستقبل لكل هذه المسائل. نكمل مع الحزمة. هناك أيضا ما يسمى ببرامج التقاط الكربون وتخزينه. برضو محتاجة توضيح، إيه المفهوم ده؟ بالنسبة للكربون طبعا العالم بينتج حوالي 37 جيجا طن سنويا من الكربون. بينتج كم؟ 37 جيجا طن. وده رقم ضخم جدا. علشان نصل الى تحقيق الهدف البيئي او المناخي، يعني لحمايه الغلاف الجوي وحمايه الموارد الطبيعيه، محتاجين نوفر 20 جيجا طن من الكربون المنبعث. اهم وسيله بنوفرهم فوق الساقيه ولا لا؟ يعني لا يطلقوا يخزنوا او يعني اذا ما قدرتش تم انبعاثهم تقوم بتخزينهم كويس، يعني لا يطلقوا الى الفضاء. نعم. يعني ننزل ل 17، ننزل من 37 الى 17. كويس. فده طبعا يعني حاجه صعبه شويه. مش سهله يعني. ولكن بدأت الدول تعتمد على تخزين الكربون. بعض الدول المنتجة للبترول بالذات مثلا المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية دخل في هذا الاتجاه. بتعمل ايه بقى؟ استيراد الكربون او تخزين الكربون اللي هو ناتج من صناعات النفط. التقاطه من الهواء مثلا؟ اثناء مراحل الصناعة نفسها واثناء مراحل الانتاج يعني. اللي بيلتقط بقى من الهواء ويقوم بتخزينه في التربة هو الشجر. دي وسيله طبيعيه ربنا خلقها لنا لتخزين الكربون. وتيجي هنا اهميه الغابات بقى. طبعا اكيد. وطبعا الغابات مساحتها قلت جدا. مثلا لسه في حريقه كانت في ده غير الحرائق، ده الحرائق دي من الازمه الكوارث اللي بتحصل يعني. ممكن تحصل بسبب طبيعي يعني، ممكن تحصل مقصوده، ممكن تحصل لاسباب طبيعيه. لكن الاخطر من كده هو ازاله الغابات نفسها. يعني الدول اللي فيها غابات بتقوم بإزالة الغابات بتاعتها، إما لاستخدامها كأخشاب أو للتوسع العمراني. سواء بقى توسع عمراني، يعني مثلا هو في 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 الأمازون، في غابات الأمازون دي أكبر غابات موجودة على مستوى سطح الكرة الأرضية، بياخدوا الأراضي دي يعني عشان يستخدموها في إقامة مشروعات وتوسع حضري. الكارثة بقى مثلا في حوض الكونغو. حوض الكونغو تاني أكبر أهم حوض منطقة لوجود الغابات الاستوائية في افريقيا. شركات البترول بتقوم بالتنقيب عن البترول في هذه المناطق الغابية. جوه الغابات. جوه الغابات. تقوم بقطع الاشجار. 30% تقريبا من مساحة الغابات في افريقيا كلها شغال فيها دلوقتي شركات بترول بتقوم بنخسر 30% من مساحه الغابات في الكونغو. اكتر يعني. فطبعا المنظمه الدوليه لصون الطبيعه ونشطاء البيئه عملوا ثوره يعني بسبب هذا الموضوع. فردت الجهات المسؤوله او الحكومه قالت احنا مش مسؤولين عن حمايه العالم، احنا بنعاني من الفقر ونجد صعوبه في الحصول على الغذاء وعايزين نحسن اقتصادنا، ومحدش بيمد لنا ايده يعني، محدش بيدعمنا، محدش بيقدم لنا المساعدات اللازمه عشان احنا نواجه
يعني لو عايزين دي محمية طبيعية تحمي العالم خلاص ادفعوا تمنها بقى. بالظبط. هي دي بقى المشكلة اللي القائمة الموجودة احدى المحاور الرئيسية لمؤتمر المؤتمرات اللي هو حضرنا وشرم الشيخ خصوصا. يعني شرم الشيخ من الحاجات المستجدة فيه انه بيناقش قضية تعويض عن الخسائر والاضرار. لما بيحصل خسائر في بعض الدول بسبب تغير المناخ زي ما اتكلمنا من شويه على اثر باكستان، الفيضانات اللي حصلت في باكستان بسبب تغير المناخ والتهمت كتير جدا من الاماكن السكنيه ومن الاراضي الزراعيه، في خسائر بسبب المناخ كتير. مين يعوض باكستان ومين يعوض افريقيا، الدول الافريقيه اللي بتدفع ثمن فادح لتغير المناخ في نفس الوقت هي لا تنتج اي، يعني اسهامها في انتاج الكربون ضئيل جدا. ان العالم مش ما فيهوش عداله مناخيه، يعني الدول الغنيه الصناعيه المنتجه للكربون نتيجه التوسع في النشاط الصناعي يعني لا ترغب في دعم الدول الفقيره اللي هي اكثر تعرضا للادمان والخسائر بسبب تغير المناخ. مؤتمر شرم الشيخ نتيجة ضغوط شديدة جدا هيناقش لأول مرة، هيحط على جدول فعلا مناقشة قضية تعويضات الخسائر والأرباح وإنشاء صندوق لدعم الدول النامية اللي بتتعرض للخسائر البيئية والأرباح. تعتقد الضغوط دي ممكن تؤتي ثمارها؟ مع الفكر الرأسمالي والاستثماري لدى هذه الدول؟ هي بص حضرتك هو ده سؤال صعب من الاجابه عليه. طبعا هم يهمهم اكتر الاقتصاد، اقتصاد يعني في الولايات المتحده الامريكيه الجهات الملوثه او الكبار المصانع الملوثه بالذات معادن الفحم هم اللي بيمولوا الانتخابات الامريكيه، هم اللي يعني لهم دور ضغط كبير جدا على الانتخابات الامريكيه. في العالم كله يعني الفائده الاقتصاديه في الدول الصناعيه هي بالنسبه لهم رقم واحد، بدليل انه قيل انه الاعتماد على يعني شوف احنا بنتكلم في ايه يعني من اول البرنامج ويطلع وكاله الطاقه الوكاله الدوليه للطاقه بتقرير وتقول لك احنا استخدام البترول هيزيد خلال السنوات الخمس القادمه في تصاعد. يعني في الوقت اللي العالم في ازاي يعني ما احنا بنحاول نلاقي حلول لكن الاعتماد على الطاقه المحفوره ميزان قائم لانها يعني المهم ان احقق مكاسب انيه ويعني والتزهب الاجيال القادمه بقى يعني مش هنقول الى الجحيم لكن خليها يعني تواجه مسارها. ونحن نؤمن وطبعا في يقظه في يقظه وفي انتباه قوي جدا لهذه المساله وفي التزامات اوروبا بتحاول تقدمها والعالم المتقدم بيحاول يقدمه. طبعا هو بيستغل المساعدات اللي هو بيقدمها في انه يعني بيقدمها في صورة تكنولوجيا في صورة مشروعات وبالتالي هو بيستفيد كمان مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية هو بيستفيد منها وبرضه اقتصاديا لانه بيفتح اسواق هو الفكر طبعا الفكر الاقتصادي لكن نأمل انه تنتصر في الاخر الدعوة الى حماية مستقبل البشرية من خلال حماية البيئة وحماية المناخ ولا تنتصر ان وجهه النظر الراسماليه المتوحشه يعني. طيب احنا معنا على الهاتف الدكتور هاني عبد المجيد استاذ البيئه بجامعه دمها. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا ازيك صح؟ طبعا احنا بنتناقش عن يعني مع استاذنا العزيز الاستاذ فوزي عبد الحليم عن حول موضوع السائد الان وهو مؤتمر البيئه كوب 27 وكنا بنتكلم عن الى اي مدى يعني حقق نجاح هذا المؤتمر وخاصه في مجال دفع الدول التي تسببت او الدول الصناعيه التي تسببت في هذا المشهد لمساعدة فعلية وحقيقية وتكوين إرادة حقيقية لديها لمساعدة الدول المتأثرة وطبعا الغير قادرة على مواجهة هذه التغيرات. حضرتك يعني بتعتبر ان النجاح ان الدول الكبرى تدفع للدول النامية ثمن تعويضات عن سبب المناخ يعني وانها هي حصل
احتباس الحراري والكلام ده. انا ما اعتقدش ان ده هو ده النجاح. النجاح ان لان مش هو ده الهدف اللي احنا عايزين نوصله. صحيح هو ده جزء من التركيبه، لكن التركيبه اللي احنا عايزينها نوصل ان احنا نقلل درجه الحراره اقل من 1.5 على نهايه القرن ده. ففي هناك عده وسائل من ضمنها ان الدول الغنيه والدول الصناعيه تساعد الدول الناميه اللي ما عندهاش صناعات كبيره انها توصل لهذا الهدف، سواء انها تستخدم تكنولوجيا معينه او انها تدفع مش تعويضات تساعدها في انها تدفع. على فكره الدول اللي هي في جميع الاحوال ان هي سواء الدول الصناعيه الكبرى دفعت او ما دفعتش عليها انها تتجه الى هذا الاتجاه، لان هو ده الاتجاه اللي هيحسن اقتصادياتها. عندنا دول كثيره يعني اكزامبل ما خدتش تعويضات ولا حاجه وتحولت الى دول. زي انا عندي مثل كبير جدا بصراحه، زي دوله كوستاريكا، هي دوله صغيره في امريكا الوسطى، هي تحولت الى من سنه 2015 لانتاج الوقود انتاج الكهرباء اللي هي متجدده من طاقه متجدده سواء طاقه مائيه او طاقه الشمس الى 100%. يعني هي بقى لها 7 سنين دلوقتي بتشتغل. طب الدول برغم ان هي دوله صغيره جدا ومش ولم تعتمد على الدول الكبيره، فاحنا علينا ان احنا كلنا سواء هذه الدول ساعدتنا او ما ساعدتناش لازم احنا يبقى عندنا اراده ان احنا نحافظ على المناخ ونتكيف مع التغيرات المناخيه سواء هذه الدول دفعت او ما دفعتش. طب هي لما يبقى عندنا اراده اننا نتكيف ده مفهوم، لكن لما يبقى عند الدول الفقيره وخاصه في افريقيا اراده انها يعني تنتج اساليب جديده لاستخدام او لتوليد واستخدام الطاقه صديقه للبيئه، حضرتك بتقول ان ده مفيد لها اقتصاديا، ازاي هو قد يتعارض في كثير من الاحيان مع الجدوى الاقتصاديه في الانتاج والتوليد؟ بص حضرتك، اولا الطاقه اللي هي الاحفوريه اللي هي البترول والفحم هينتهي اجلا او عاجلا. لما نتحول لطاقه متجدده سواء الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، هذه الطاقة هي الطاقة المتجددة الدائمة فيما بعد، أو الطاقة المائية طبعا من الأنهار من الأنهار والبحار، في النهاية دي هي اللي هتبقى الطاقة، وهي دي الطاقة الرخيصة طاقة المستقبل. يعني احنا لما يبقى عندنا في مصر كمية الطاقة الشمسية اللي أكبر كمية طاقة شمسية طاقة على سطح الكوكب، واحنا ما نقدرش نطلع منها كمية كهرباء تكفي مصر كلها، وممكن تكفي المغرب بتطلع كمية طاقة كهربية وبتصدرها لأوروبا وهكذا. يعني حضرتك فاذا دي نمره واحد، ده من مصلحه الدول، ما بقولش انها دول ناميه، لكن الاراده مهمه جدا لان ده هيؤدي الى رخاء اقتصادي والى التخلص من بسبب استمراريه هذه الطاقه. اكيد اكيد نعم. اكيد طيب، وبالنسبه لجدوى يعني الجدوى الاقتصاديه لتخزين مثلا، كنت لسه متكلم مع الاستاذ فوزي في الجزئيه دي، مساله تخزين زي مشكله تخزين الطاقه الناتجه عن الشمس، كيف يمكن تجاوزها؟ لا يعني حضرتك بتتكلم على التخزين، هو دلوقتي طبعا في تكنولوجيا شغاله على البطاريات وحاول تحسين. طبعا الدنيا دلوقتي يعني تخزين البطاريات حاليا اتحسن اكتر جدا من 10 سنين مثلا ولا يعني ده اللي لازم نحسبه. يبقى التكامل بين التكنولوجيا وتكامل بين الطاقه المتجدده اللي احنا بنستخدمها. وده حضرتك يعني مثلا من 20 30 سنه الطاقه الشمسيه ما كانتش تساهم في اي حاجه في 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 طاقه كهربائيه في الدول. دلوقتي بتساهم جدا لان التكنولوجيا اللي اتعملت هي اللي حددنا لهذا. فاحنا علينا طول الوقت ان احنا نطور نفسنا لغايه ما نوصل ان احنا يبقى عندنا طاقه متجدده. انت طالما عندك يا دول البترول الغنيه ليه؟ لانها عندها طاقه، الطاقه دي بتبيعها بتكسب منها. طب احنا عندنا كميه طاقه رهيبه واحنا ما بنستغلهاش، فمعناها ان احنا اغنياء جدا، لكن الثراء ده لازم انت تحوله الى نعم. الى فعلا طاقه حقيقيه. وده مش محتاج تكنولوجيا عالي، او احنا يعني دولنا قادره على ذلك يا دكتور؟ اكيد اكيد قادره اكيد قادره قادره اكيد قادره اكيد قادره. حضرتك احنا دلوقتي عندنا محطات شمسيه طبعا ومحطات رياح في مصر رائده برضو، يعني فاحنا نقدر كل ما نزود تم تخصيص مساحات كبيره من الاراضي في مصر لهذا الامر.
معلش حضرتك احنا عايشين على 5% و 95% صحاري. الصحاري دي عليها كميه شمس مهوله بتطلع منها كميه كهرباء تكفي. وبالتالي الدوله المصريه خصصت مساحات كبيره لهذا الامر. اكيد ما احنا بقول لحضرتك احنا بلاش نفكر في ان اصل الموضوع ايه. ان الدول انا مش عايز اقول الدول المتقدمه دي والدول الصناعيه دي هي دول استعماريه. ما هي اللي افكرت افريقيا وافكرت اسيا وافكرت الكلام. فهي على هي طلعت بتشتغل في مصلحتنا. احنا علينا ان احنا نشتغل في مصلحتنا ان احنا كميه الطاقه اللي عندنا دي نحولها الى طاقه حقيقيه وهي اللي تؤدي الى رخاء الاقتصاد بمتكيف مع المناخ. دكتور هاني عبد الحميد شكرا جزيلا لحضرتك ويعني شاكرين لهذه المداخلة الثرية. شكرا جزيلا. يعني استاذ فوز زي ما سمعت كده من الدكتور أولا لحظة أولا هو أصل التلوث عبر الحدود يعني التلوث ومشاكل المناخ يعني مشكلة المناخ إن المناخ مش قاصر يعني مش مناخ كل دولة قاصر على نفس الدولة يعني ممكن يبقى في تلوث كبير جدا في اي مكان في العالم يؤثر على المناخ في غلاف الجو كله. نعم. احنا ممكن نعتمد على توليد على تكنولوجيا وعلى طاقات جديده ومتجدده ولكن في مناطق في العالم بتضخ كميات كبيره جدا من الكربون بتاثر على المناخ عندي وبتاثر على الارض عندي وبتاثر على المصايد السمكيه وبتاثر على لازم تتوفر عندهم بقى لابد ان يكون العمل في مجال حمايه المناخ عمل دولي جماعي يعني لازم العالم كله يعني يعمل فيه بشكل فكر موحد يعني. طبعا الدكتور اتكلم في جزئيه مهمه هو تعظيم الاعتماد على الطاقات الجديده والمتجدده. نعم. وده طبعا اتجاه محمود واظن يعني مش مصر بس يعني معظم دول العالم ماشيه في هذا الاتجاه وفي منافسه في هذا وفي شركات متخصصه كبيره جدا وعملاقه في هذا الاتجاه. المشكله في مساله يعني انا بس مختلف مع الدكتور في نقطه واحده انه مش الحل الوحيد هو التمويل. انا ما هقف كده لكن هو التمويل مهم جدا للضغط يعني كعمل ضغط على الدول الصناعيه انها تحاول تغير اوضاعها بحيث انها تقلل من اطلاق الغازات الكربونيه. غير كده مهم جدا للدول الفقيره علشان تقدر تواجه وهي اقتصادات ضعيفه عشان تقدر تواجه برامج التحول الاخضر وبرامج التنميه المستدامه عندها. لانها بدون هذا التمويل هتظل عاجزه عن الاستمرار وستظل عاجزه عن مواجهه اثار تغير المناخ. نعم. التمويل مش بس في مجال التكيف ولكن ايضا في تعويضات الخسائر والاضرار زي ما اتكلمنا. ولذلك التمويل داخل فيه عده يعني افرع. مؤتمر باريس اللي هو المؤتمر الاساسي المهم اخر مؤتمر مهم يعني كان حاصل في 2015 اقر توفير حزمه ماليه قدرها 100 مليار دولار سنويا. ما تم دفعه يعني بعد المؤتمر لحد النهارده كان المفروض يتم دفع 500 مليار دولار. ما تم دفع ما يزيد عن 80 مليار. يعني اذا العالم الغربي او المتقدم الصناعي حماسه حماس ميكروفونات اكتر منه وحماسه على الوقت. يعني لسه محتاجين الخلاصه ان احنا لسه محتاجين جهود ومزيد من تدعيم الاراده الحقيقيه لدى كثير من الدول سواء الغرب او الشرق او حتى يعني طبعا الغرب معروف ان مطلوب ان يكون عنده اراده حقيقيه لوقف الانبعاثات لكن في المقابل ايضا الدول الاخرى الغير منتجه عندها يجب ان يتوفر لديها اراده اصلا ايضا ل يعني التكيف ومواجهه هذه الانبعاثات. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ فوز عبد الحليم الكاتب الصحفي بالاهرام والمتخصص في شؤون البيئه. كل الشكر والتقدير لحضرتك. شكرا لفضيلتك. والشكر موصول لكم مشاهدينا وغدا ان شاء الله حلقه جديده وحوار جديد ومجموعه عمل جديده. شكرا لكم.